والنسر اللي دايما طاير، نسر النادي الاهلي اللي دايما طاير، والسر ايضا في جماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي واللاعبين واللاعبات اللي بيعشقوا الفانيلا الحمراء فعلا مش بالكلام. الاهلي بمن حضر فعلا تظل روح الفانيلا الحمراء هي سر البطولات. ايوه روح الفانيلا الحمراء اوعوا تنسوها، اللون الاحمر هو دايما سر البطولات.